طيب في ذات الملف ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. خليني أتكلم مع حضرتك في البداية عن أبرز التوصيات والنتائج اللي خرجت بها جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية. حقيقة هو الحوار الوطني مثري للغاية وفيه آراء متعددة ومتباينة وخلافات في الرأي تنتج في النهاية صحيح الواقع وتنتج مخرجات حقيقية تعبر عن كافة المقتضيات المطلوب حلها والمشكلات العالقة التي ظلت لفترات طويلة دون تحريك أو دون اقتراب. الحوار الوطني كان سري جدا في المناقشات وكانت في هناك اتجاهات متعددة وأفكار ورؤى متغيرة. في النهاية الجميع بيتسابق على أنه يطلع بحلول للأزمات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وحزب الأحرار كان واحد من الأحزاب الفعالة اللي هي كان ليها دور ومشاركات جادة جدا في كافة جلسات الحوار، وكان لينا مطالب استمع لها مجلس الأمناء، وأعتقد أن كل اللي قلناه وكل ما قدم من آراء يعني مهمة جدا في سبيل وإطار الحلول أعتقد أن هي هتكون ضمن مخرجات أو ضمن التوصيات اللي يتم رفعها للسيد الرئيس. نعم. وإني أرى أنه لابد أن تكون التوصيات واقعية، تكون في إطار وتحت ستار الدستور. نعم. دون شرط أو قيد، زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كل شيء متاح في إذا كان ده في ظل الدستور وتحت ريادة الدستور، إذا لابد من أن تكون المخرجات تطبق وتكون محل تنفيذ. صحيح. تحت ستار وتحت آليات الدستور. نعم. طيب أستاذ طارق، إزاي الحوار الوطني قدر أن هو يساهم في الحوار في الحفاظ على الهوية الوطنية ضمن يمكن لجنة الثقافة للمحور المجتمعي؟ طبعا الهوية الوطنية كانت من ضمن المناقشات المثيرة جدا والمناقشات الساخنة جدا، لأن دي بتعبر عن تاريخ شعب وعن ثقافة شعب وعن شعب بأفكاره المستنيرة، شعب بجهاده، شعب بجهوده في كافة المجالات، شعب ليه تاريخ، شعب ليه واقع، شعب ذات ليه مرجعية وليه عبق لآلاف السنين. ده كله كان محل مناقشات إزاي نحافظ على الهوية الوطنية بتاعتنا من خلال الحفاظ على الثقافة الفنية والثقافة العامة، وإزاي نحافظ على السلوكيات وعلى الأخلاق المصرية وعلى كمان الـ 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 كافة الـ الأمور المتعلقة بشكل الدولة المصرية. صحيح. والسياحة اللي فيها والثقافة اللي فيها والتعليم والصحة وخلافه، كل هذه أدوات ومعايير كانت محل مناقشات جادة. نعم. هي في تاريخ وعبق الدولة بالتأكيد المصرية. طيب أخيرا أستاذ طارق، يعني مسألة المحليات الحقيقة تمثل إشكالية منذ فترة طويلة، يعني خليني أسألك على هامش هذه الإشكالية بالنسبة لنظام الانتخابات المحلية، حضرتك شايف إيه النظام الأفضل فيها؟ هو النظام الأفضل هو القائمة المغلقة علشان يكون تطبيق لطبيعي للمادة الدستورية المتعلقة بنظام الكوتة، كوتة الشباب وكوتة المرأة وكوتة ذوي الاحتياجات، وكمان العملية الانتخابية الأصلح لها في الوقت الراهن وحتى تطابق الدستور هي القائمة المغلقة. ده من جانب. الجانب الثاني لابد من تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن حقي الترشيح والانتخاب إعمالا لنصوص الدستور في المادة 87 و92. وهنا ليا وقفة مع حضرتك إن المادة 92 بتقول أن الحريات والحقوق اللصيقة
بشخص المواطن لا تقبل انتقاصا او تعطيلا. هذا جانب. الجانب الثاني من النص الدستوري، لا يجوز لاي قانون ينظم العمليه ينظم هذه الحقوق ان يمس جوهرها او ان يمس اصلها. هذا يعني انه لا يوجد شرط يمنع حق الترشيح ولا تصورات غير قانونيه تمنع حق الترشيح. القانون ينظم ولكن لا يقترب ولا يمس من اصل الحقوق. هذه براهين وقواعد لابد ان المشرع ياخد باله منها عشان ما يتمش ان نلاقي المحاكم مقتازه بدفوع عدم دستوريه القانون الحالي. وصلت الماده 8 الفقره 5 من القانون 46 لسنه 2014 الخاصه المتعلقه باحدى شروط الترشيح. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الاستاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.